الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في زمان كثر فيه الخصام وكثر فيه الانفصام بين ما نقوم به من شعائر وسلوكيات مجتمعية، في زمان فيه تقطعت الأرحام، في زمان كثر فيه الخصام، نحتاج كثيرا إلى أن ندرك ذوقا من الأذواق المحمدية في تفسير قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. سيدنا النبي لما دخل يوم فتح مكة بيعلمنا الصفح، العتق من النار، اعتق بقوله ذهبوا فأنتم الايه. أول ما وقف سيدنا النبي كده قالوا له: أنت أخ كريم وابن أخ، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هو النهارده في موطن العزة وهو الخصم والحكم، وهم دلوقتي تحت أمره، إن شاء قتلهم، إن شاء عذبهم، إن شاء هجرهم، كما ترى جعلوه يترك وطنه، أبعدوه عن أهله، أبعدوه عن البيت الحرام. وجاء النهارده يوم الإيه؟ هم بالنسبة للناس قالوا يوم الملحمة، وسيدنا النبي رفع شعار الود فقال: اليوم يوم المرحمة، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم. فيعمل إزاي سيدنا النبي؟ يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتوا فاكريني أعمل إيه؟ قالوا: أخ كريم. استعملوا له لغة الكرم، ما قالولوش أخ جواد، يبقى كانوا عايزين قرشين. أخ كريم يعني كل الشمائل، كل كرائم الصفات، أخ كريم. ومش بس أخ كريم، إيه؟ طب والله الجماعة بتوع مكة بصناديق الكفر دول كانوا بيفهم ليه؟ عشان عارفين ان والد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكمال. احنا ابتلينا في زماننا بناس يقول لك: ابو النبي في النار. نار ايه يا ابني؟ اذا كان الناس اللي ما لسه ما اسلمتش قالوا: اخ كريم، واستدلوا على كرمه بكرم ابيه: وابن اخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إيه لا تثريب دي؟ قال يعني ده الصفح الجميل. إخوات يوسف لما جوم بيعلمني رمضان، يعلمنا الصفح يا أولاد. سيدنا يوسف لما أخواته جوم قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، غلطنا، ما فيش كلام. فبيقول لهم يبقى: لا تثريب عليكم، أنا اللي أغفر لكم. لا، ده بيثبت كلامي بقى. ده بيثبت إيه؟ بيثبت أن المغفرة خلق إلهي، وأن الصفح خلق إنساني، وأن العفو خلق رباني إنساني. فالإنسان العوام يعفو والخواص يصفحوا، إن عفوا وأصفحوا يغفر الله له. الله. هذه في آية سيدنا أبو بكر يقول إيه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإنسان بيوصل به الكبر والعناد إلى أنه بكلمة يهدم الكون، بكلمة يخرب أسرة، بكلمة علشان ما عرفش يعديها ويسامح. تصفية القلب من الغل والغلط الساكن في قلوب الناس، اللي زعلان من أخوه يا أخي قلنا ألف مرة كلمة أنا آسف ما بتزعلش حد، دي بتعليق قدرا. ما أعطى الله عبدا بالتواضع إلا عزا. كيف الأخ قطع رحمه وقطع أخاه؟ كيف الأخت قطعت رحمها وقطعت أخوها؟ كيف الابن عق والديه وترك والديه وحلف ما يروح عند أمه؟ ولا كيف هذا الكلام يا عباد الله؟ استعدوا بالصفاء لتستمدوا من أنوار الله يا عباد الله. تخيلوا أن في ليالي من ليالي العمر يا عباد الله المغفرة فيها والعطاء والحنان والرضا، ما يكونش لحد عمل حاجة، كل ما مطلوب منك أن تنام وقلبك ليس فيه غلا لأحد. يا راجل يا مؤمن، مش مسامح أي حد وعايزنا نسامحك كده ببلاش؟ طب ده ربنا كل ليلة بيعلمك إزاي تعدي وتسامح. إن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة، كل ليلة مش ليلة واحدة، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته؟ ما هذا التنزل يا عباد الله؟ ما فهمتم ما معنى يتنزل؟ ها؟ يتنزل إيه؟ الناس قالوا تتنزل ملائكته بالأمر، الناس قالوا يتنزل حكمه، يتنزل أمره، يتنزل نوره، تنزل يليق بذاته، تنازلا منه لعباده فيغفر لمن أساء. أنتوا عارفين لما الجليل يتنزل للمسيء، المفروض المسيء تتطاول آماله إلى المغفرة، وما الجليل عارفه ما يقدرش يوصل لأنه قليل، فلما علم الجليل أنك قليل تنزل لك ليعافيك من وجل المعاتبة ومن بهت المحاسبة ومن خطر المراقبة، حتى وكأنك ما عملتش حاجة. هل من تائب فأتوك؟ كل ليلة بيعلمنا إيه ده؟ بيعلمنا قبول الاعتذار. لا بلاش كده، بيعلمنا إيجاد مبرر لمن أخطأ إنه على صواب، بيعلمنا نسامح اللي غلط ونعدي للي ظلم، وما نبيتش وقلوبنا فيها شيء لحد. إذا كان الله سبحانه وتعالى بيعملنا بهذا الوصف، هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته؟ هل من شوف الحديث، هل من كذا هل من كذا إلى طلوع الفجر، كل ليلة كل ليلة فيضان حنان وأوكازيون رحمة عشان سيادتك بس تفضل طلباتك، تعال كلمنا. وأبى الإنسان إلا إيه؟ إلا أنه يركن إلى لذيذ المضجع مع طول العناد طول اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. مش أنتوا عارفين المشاكل الزوجية اللي بتحصل جوه البيوت ليه؟ عشان لما المأذون جه يكتب علينا صوت الدي جي على صوت المأذون، نسينا والمأذون قاعد بيكتب نسمع قول الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نسينا أن الجواز ده آية ميثاق. أنت عارف آية يعني إيه؟ يعني ربنا ممكن يؤاخذ بيها بالسنين، علشان ده ميثاق رباني، ده عهد مع الله. اللي مش قده يخلف البيت أحسن. أنت لو مش قد الزواج لسه ما تأهلتيش، اعرف الأول يعني إيه أمومة، يعني إيه زوجية. روح اقرا كتير عن السيدة خديجة، روح اتعلمي حب السيدة فاطمة الزهراء، روح اتعلمي مين هي السيدة زينب. إن ما كناش نعرف يعني إيه زوج، روح اعرف سيدنا النبي الأول. لابد أن تؤهل هذه الأسر قبل الزواج بمحبة عميقة إلى رسول الله وأهل البيت. ما لم تتصل بيوتنا بأهل البيت والله سنعاني مر المعاناة من مشاكل الانفصالات والطلاق ليل ونهار. وما ضيع الأجيال وما ضاعت الأجيال إلا ببعدها عن آل طه رفعة وتعالي. وبعد، فإن الحب خير عبادة إذا صادف التوحيد قلبا خالي. وما ضاعت الأجيال إلا ببعدها عن آل طه رفعة وتعالي. فهموهم إن حب آل البيت ده جنون ومعرفش إيه. حب آل البيت بناء، حب آل البيت طهر، حب آل البيت نظافة، حب آل البيت نضارة، حب آل البيت سمو. وإلا كيف كنا نفهم هذه الزوجة التي قالت لزوجها بعد ميثاق غليظ تقول له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. كيف كان يبادل هذا الحب صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها: والله ما أبدلني الله خيرا منها قط. أظن زوج بيتكلم عن زوجة ماتت. ده الواحد النهاردة بيبقى متجوز وداير قاعد مع أصحابه يشتم في مراته، لا بيقول والله ما بيقول كده كمان لزوجته التانية. يعني ما فيش، ما كان ممكن يقول: لا وانا ما فيش غيرك، انت احسن واحدة. هو انا شفت ده، انا ما شفتش يوم حلو الا معاكي، عشان نكسب رضاها وخلاص. لا والله ما ابدلني الله خيرا منها قط، هي التي صدقتني حين كذبني الناس. يعني خديجة عندي بالناس، هي في قلبي قطب والكون كله بيدور في فلكها.
هي التي صدقتني حين كذبني الناس، هي التي واستني بمالها حين حرمني الناس. شوفوا الجملة الجميلة اللي محتاج كل واحد يكتبها على في أول عقد الزواج: ما أبدلني الله خيرا منها قط. وهذا الكلام سيدنا النبي بيقوله لزوجة بيحبها جدا. لما عمرو بن العاص جه منتصر يقول له: يا رسول الله، جاي منتصر من جيش. سيدنا عمرو بن العاص حاجة جميلة جدا، ودخل بدلال النصر على النبي جوه قدام الرجال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ده سيدنا، ده أنا جاي منتصر حتى جبر خاطر كده، أنا هنجملك في الدين. قال: عائشة. قال: لا، أنا أقصد الرجال. قال: أبوها. دي الحب بقى، الرومانسية عاملة إزاي؟ هي دي الحياة الزوجية. أنا عايزكم تقروا الآية دي معايا ونتعلمها مع بعض. ومن آياته، يبقى الزواج إيه؟ لما نيجي نكتب عقد القران في الافراح، قولوا للناس تطفي التسجيل شويه، وطي صوتك يا ابني عشان تسمع ربنا بيتكلم، عشان نبدا حياتنا بكلام ربنا. هو ده اللي خارب البيوت. ومن شوف بقى، احنا بنيجي نتجوز جهزنا الدي جي، وجهزنا المزيكا، وجهزنا فساتين الفرح، وجهزنا الثلاجه، وجهزنا البوتاجاز، واهل العريس واهل العروسه ما شاء الله يا عيني المكفيين عشان يجيبوا الايه، والراجل السلف من كل ناحيه، ابو العريس وابو العروسه، لما عبال لما جه اليوم اللي هو اليوم الموعود، وبعدين نسينا اهم حاجه، نسينا نقعدهم مع بعض ونعلم الزوج ايه واجبات زوجته عليه، ونعلم الزوجه كيف تحترم وتصون عرض جوزها. سبناهم بقى كده، يلا خلاص جبنا التلاجات، خدوا التلاجات والهدوم ويلا، وروحوا اقفلوا باب. يومين هاتوا ابو العريس، هاتوا ام العروس، الحقوا يا اولاد بيموتوا بعض، انا عايز اتطلق. ليه؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه؟ من انفسكم، يعني اللي انت بتكتب عليها دي حته منك، بقت حته منك، بقت هذا العقد الذي عقدته بين الناس، رب الناس جعلكم انتوا الاثنين ذات واحده، من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى الزواج ايه؟ يعني ايه سكن؟ يعني احتواء، يعني احتواء، يعني هو جاي تعبان اتحمل، هي اتحمل، هي مش متحمل اتحمل انت، علشان هذا ميثاق رباني، هذه ايه من ايات الله، هذه سنة كونية من سنن الله، هي مش عملية بيولوجية وجسمانية وشهوانية وخلاص، وإلا يبقى زواج على مذهب البهائم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، شوف حتى تسكنوا إليها، لو فهمنا لتسكنوا إليها يبقى مفهوم البيت في الإسلام إيه؟ وطن، سكن. الزوجة وطن، الزوجة وطن بالحب والتقدير والاحترام والمساعدة، والزوج وطن للزوجة بالحب والمودة والرحمة. شوف يقول إيه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولا جعل بينكم محبة؟ جعل بينكم ايه؟ ما كان خلاها محبة احسن. قال: لا، ده المودة اكبر. ايه هو المودة؟ قال: ده المودة دي الحب المتبادل، المودة دي اللي هي الايه؟ مش احنا في حبنا لآل البيت يقول: الا المودة في الايه؟ الا المودة، يعني احبه وانا في مكاني، لا، ازوره ويزورني وادعي له واستمد منه البركة والدعاء، إلا المودة في القرب. الله في الجواز يقول إيه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، في صورة شفقة. يعني الجواز ده ميثاق من مواثيق حي على الوداد، صح ولا غلط؟ حب، ندى من نداءات الحق بالمحبة، ندى من نداءات الحق بالمودة. لما نهدر هذه القيم يا عباد الله؟ لما نهدر هذه الأمور يا عباد الله؟ حقوق الجار يا عباد الله، رد المظالم يا عباد الله، هدوان السر في البيوت، نتحمل بعض شوية، نتحمل بعض شوية، التكافل الاجتماعي يا عباد الله،
المساكين يا عباد الله، المساكين. في ناس على فكرة، في ناس على فكرة محتاجة، يعني محتاجك أكتر ما أنت محتاج تقف تصلي في الجامع، محتاجة أنك أنت تطلع من جيبك وتدي وتساعد وتكرم. الرجل الصالح مش اللي صلى، الرجل الصالح اللي أصلح. صلاح الرجل مش بقدر الركعات والسجدات والشهادات، لا، صلاح الرجل بقدر الإصلاحات اللي أصلحها في حياته. كم من دمعة يتيم مسحت، كم من أم أكرمت. وبعدين لما يتسع مفهوم الأمومة لديك وتتسع الرحمة والشفقة في قلبك، ترى كل المجتمع اللي انت عايش فيه، آبائك وأمهاتك وإخوانك، ما تبقاش الأنانية مسيطرة على القلوب. كل أم في كل أم إذا كان ابنها عاق بيها، برها أنت، فواجب عليك برها. ليه؟ من طريق النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تتسع ولا تضيق بنا مفاهيم الرحمة إلى أن نرحم المسلمين فحسب، لأن رسالة الإسلام رسالة رحمة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما نرحم المسلم وغير المسلم ما دام بيتعايش معايا في نفس الشارع وفي نفس القرية في نفس البلد، حتى لا نتهم بالعنصرية. يكفي أنه إنسان، ارحم إنسانيته. رأيت الهلال ووجه الحبيب، فكان هلالي عند النظر. رأيت الهلال ووجه الحبيب، فكان هلال عند النظر. فقلت من حيرتي منهما، هلال السماء أم هلال البشر؟ فقلت من حيرتي منهما، هلال السماء أم هلال البشر؟ فلولا التورد في الوجنتين وما لاح لي من سواد الشعر، لكنت أظن الهلال النبي ووجه النبي القمر. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.